السلام الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى مع الكوزين إبراهيم عيسل. كيف العادة قبل ما نبداو في هذا الفيديو هذا كنشكر جميع التعليقات ديالكم الشيقة ومشجعة باش تدفع القناة إن شاء الله لقدام، وشكر جميع الناس كاع اللي دخلوا جداد القناة ديالو وفعلوا الجرس وداروا جيم وداروا تعليقات، ونتمنى إن شاء الله المزيد المزيد. ويعني بفضل ديالكم غتزاد شوية القناة ديالكم قدام قدام، والله سبحانه وتعالى ما تضيعش أجر شي واحد وتقبل منا منكم صالح الأعمال. مباشرة باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، نجي نتقاسم معكم واحد الحلوة، حلوة الكوك اللي تتفكرنا بأيام زمان، أيام الوالدة، أيام الخوت، الأحباب. قلت لها فكرت علاش ما نتقاسمها معكم بمقادير اقتصادية وبسيطة كما هي العادة، يعني الناس الدراويش والفقراء وكل شيء ياكل كل شيء يعيش، الحمد لله الدنيا هي هذه. وعلى بركة الله باش نطوش عليكم، عندنا هنايا 250 غرام ديال الفورص، عندنا هنايا كاس عنبة ديال السكر، كاس عنبة ديال الزيت، عندنا خميرة وحدة وفاني، فاني يمكن نعوضوها بقشر ديال الحامض، عندنا جوج بيضات، عندنا قرص سمك صحيح الضو، وعندنا شويه ديال المزهر، وعندنا كاس ديال الكوك. هادو هما المقادير، هادو هما المقادير عليه مباشرة باش منطولش عليكم. والفوز ديالنا حطو له جانبين عشر بيضات، وكاس سنيدة، تنجمعو الخليط ديالنا، الزيت كبوها بشوية بشوية، الماء تخلط بالصامير، وتنستمروا في العملية. مباشرة تنضيفوا فانيا اللي قلتلكم يمكننا نعوضوها كنعوضوها بقشور ديال الليمون او كما تيقولو الحامض، على تيطوح حتى حتى واحد الدوق، قرصة ملح، صافي الضوء على الفكرة. كما يجي نذكركم بأن البيض خص يكون حرارة المطبخ كما هي العادة، تجدو 50 غرام ديال الزبدة، ندورها بالطريقة هذه تسهل علينا تحرك كما تشوفو، يعني هي سريعة أحسن من اليد كي تستعملو اليد، ولكن هذه سريعة بالطريقة هذه باش ديرولها بالطريقة هكا بحال هنا سهلة، والفرق شوفو الفرق كي داير.
هكا خاتم صافي مباشرة تزيدو شي الزهر ديالنا اللي ديك الماء ديال الزهر على الزهر تينسل تعطيو واحد المذاق جميل. مباشرة تنجيبو يعني 250 غرام ديالنا تاع الطحين باش نكبوه على السخن صراحة بشوية بشوية مكبوش تبقى هكدا أو تستمرو في الجمع. مباشرة تنديرو الخميرة شي بتدقيق وبالتتابع تدخل مزيان يعني روعه بما كان يعني ديال الاتاي ديال بصح يعني تنقول لكم تجربه بالنسبه للانسان اللي باغي بالنسبه للانسان اللي باغي عنده افراد العائله على حسب افراد العائله الانسان اللي باغي مثلا يزيد اكثر من المقادير اكثر المقادير ضعف المقادير ولكن خصو يراقب مزيان ولا بالنسبه يعني المقادير اللي يراقبها مزيان باش تطلع يعني ناجحه 100%. اذا كان زيت مثلا غيدير عنبه كاس ديال العنبه يدير جوج الا زاد جوج خصو يزيد دقيق كان دار مثلا 250 غرام يزيد واحد كمل 350 غرام هكا باش المقادير تكون متكافئه ومتوازنه باش البلاطو يخرج معاها والعجينة بالتدقيق ستكون شوية رطبة ما تكونش صافي نجمعو العجينة ديالنا تستمروا في الجهة هكذا كما قلت لكم خصها تكون رطبة ما تكونش يعني العجينة خصها تكون مطاطية ما تكونش قاطعة يعني مازال غادي نجمعوها مزيان نديروها على شكل كوارات إلا جمعت كوارات خصها تهرس خصها تجمع عليكم الطريقة هذي أنا نوري لكم نقرب لكم شوية الطريقة هذي كما تشوفوا هو النتيجه كما تشوفوا يوم من بعد الاخوان تجي المرحله تنزلوا واحد البلاطه مربعه كما تشوفوا تنديروا دهنوها بالزبده كيف العاده فرشوا فيها الورق الشفاف ديال الكوزينه بهذه الطريقه اللي كما تشوفوا لتحت وتخليوها لتحت ومباشره تنكوروا الكوارات ديالنا العجينه كما تشوفوا ها هي هذه الكوارات على حسب كل واحد كيفاش تيبغيها كبيره صغيره عندي هنايا درت واحد الطبسيل درت فيه شويه الماء زهر والزيت شويه زياده قطره الماء تعطي واحد النكهه هي هذه مباشره ومباشره صوره الوجه فقط الوجه هنايا كما تشوفوا نمشيو هكا عفوا ونحطوه نستمروا في العمليه تستمر بالطريقة دي شو المظهر مباشرة
اطول عليكم بهذه الطريقه هذه توست فوا خلو شويه التباعد لان مازال ضعف الحجم ديالها الكوك على حسب كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو لانه هو تكون على شكل جوده كل جودة كل على قد الحال كليتي على حسب الثمن كله على حسب يعني القدرة الاستطاعية ديالو والقدرة الاقتصادية ديالو وتستمروا بالطريقة هذه
الاخوان كما تشوفوا بعد ما قادين الامور تتكون بالطريقه هذه مباشره، وتبقى العمليه ديال يعني الزواقه اللي بغا يدير شي يعني من بعد اضافات من الفوق، فهي من يعني من باب الاختيار ماشي واجبه. وتشوفوا النتيجه هي هذه كما تشوفوا. من بعد مباشره تنوضعوا في الفران لمده يعني ما نفوتش 15 20 دقيقه، وراقبوها لان غادي تنفخ تضعف شي الحجم ديالها، ولكن تحت المراقبه لان ما خصهاش تطيب بزاف بزاف، لان طاب بزاف تقصح صافي مع حلوه الكوك خصها تكون شويه رطبه، فهمتيني؟ هذه يعني هذه الفكره من باب ديروها بحسابكم باش تعرفوا الامور كي دايره. مباشره نتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا الاخوان من بعد ما دازت 20 دقيقه بالضبط كما تشوفوا تكون النتيجه هي هذه، يعني بدات تتحمر شويه صافي تنحيدوها ما تخلوهاش بزاف، لان كما قلت لكم حوات الكوك ما خصهاش تبقى بزاف في الفران، لان الفران غتقصح وتبقى اضافه جديده. تزوقوا عليها من الفوق الى انسان على حسب قدر الاستطاعه، كله على حسب ديالو. انا درت شويه من صوص الشوكولا، الشوكولا كنت شاركت معكم في واحد الفيديو، كنا بيخليها سامبل يخليها هكا سامبل على حسب الاستطاعه كما قلت لكم. وغادي نخليهم سامبل بالطريقه هذه كما تشوفوا، ومباشره تنسفو معنا في يدنا. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، الف مرحبا. واخا اللي شاف الفيديو يدير لنا جيم يعاوننا باش تجي شويه لقدام، تجي شويه لقدام القناة ديالي، و يعني أجركم الله عز وجل. كما تشوفوا راه خدمة متقونة واقتصادية وبسيطة، يعني الأهم عندي أن كل شيء يعيش، كل شيء يشوف، كل شيء يعيش، وكل شيء يدير جيم، وكل شيء يفعل الجرس، يعني الدراوش كل شيء يعيشوا. علاش لا، علاش نديكم هاد الطريقه هادي اقتصاديه؟ الناس تتقاتل في المحلات الباتيسري باش تشري الكيلو 30 درهم 40 درهم، علاش لا ما تصوبش انسان يصوب في دارو محالو بيدي وبالمقادير ديالو على حسب الاستطاعه، علاش لا؟ هذا هو الهدف من هذا الشيء كلشي، انسان تيعاون بعضياتو تيقتصد وتينقص عليه يعني المصاريف الاقتصاديه. الله يحسن العوان كله على حسب، خاصة الإنسان في هاد الأزمة هادي لا إله محض رسول الله. وتتكون النتيجة هي هادي كما تشوفوا بالطريقة هادي، هادي سهلة وبسيطة، ما تحتاجش إلى يعني احتياج إلى مجهود كبير بالطريقة هادي. يعني تقريبا 250 غرام ديال الفرص خرجت لنا تبارك الله الخير والبركة، يعني في هذا المحل ما تاخذش بهذا الثمن هذا، يعني ثمن 30 درهم و 20 درهم الكيلو راه ما تاخذهاش، لان يعني الكوكا دايره اكثر، غتوصل حتى 40 درهم على حسب الكوك غالي شويه، داكشي علاش تطلعوا الثمن. ولا بغى شي حاجه مرحبا به، علاش لا، الثمن مناسب علاش لا. وتتكون هذه هي النتيجه اللي بغيت نتوصل لكم في هذا الفيديو هذا. والاخوان دائما هاد غريبة الكوك حلوة الكوك تتفكر لنا أيام زمان، أيام تكتسب الوالدة أو الأخت على حسب يوم العبد كيما عاد كيكا ديال أتاي، علاش لا؟ أنا أسيدي أنا نضيفكم، أنا نعرض عليكم مرحبا مرحبا أب مرحبا، والكيكا ديال أتاي، وتشوفوا باش تشوفوا النتيجة، أنا نحل لكم وحدة تشوفوها وتشوفوا النتيجة هاكم تشوفوا، يعني هشة ورطبة. أو كيف ستكون حلوة الكوك باش تعرفوا المقادير، يعني ناجحة 100%. تنقول لكم بهذه الطريقة هذه
واما بالنسبه للتزيين فكله على حسب الطريقه اللي خلاها سامبل سامبل كي بغا يدير زوق عليها زويقات كما كيكسر الشوكولا من الفوق درتها ومع اتاي راه لا نقدر الله بسم الله.